nommés sont. On va les découvrir tout de suite. بلال بلقاسمي النهار تي في. فاطمة زهرة عطارية قناة الإخبارية تلفزيون الجزائري. حمزة بنهاويس النهار تي في. سفيان بقرية من قناة المعرفة بالتلفزيون الجزائري. أسماء نيلي البلاد تي في. Et nous allons inviter tout de suite Kamel, monsieur le directeur des affaires réglementaires à Oulido, Algérie, monsieur Smaïl Chiraghi. Et la déléguée nationale à la protection de l'enfance auprès du premier ministère, Mariam Chalfi Fatbesseidet. Nous allons découvrir avec vous le troisième prix de cette quatrième catégorie, la catégorie télé. Et nous allons découvrir également quelques extraits des travaux qui ont été sélectionnés ce soir dans cette 16e édition. Assalamu alaikum. Zahia Naïli Asma, Manati, Julia Bilad. Brok Alik, Asma, Manati, Bilad, TV. فئات البرامج التلفزيونية في هذه الرقم 15 لنشرة الأعلام فإذا كنت حبينا استلام الجائزة التي قيمتها 200,000 دينار جزائري. أسماء نيلي. أسماء نيلي كي روجوان لا سين دون كيلكو سكوند. مبروك عليك أسماء توت نو فيليسيتاسيون. De remporter le troisième prix de la 16e édition de Mediastar dans la catégorie programme télévisuel. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, des applaudissements pour Asma Naïli. Et on écoute en même temps un extrait de ce travail qui a été sélectionné ce soir. Madame la déléguée nationale à la protection de l'enfance auprès du Premier ministre, Madame Mariam Chalfi et le directeur des affaires réglementaires à Oulidou, Smaïl Chiraghi, Asma Naïli, à vous la parole. Mabrouk alik. Merci. Merci. أول شيء نشكر مؤسسة أوليدو على التشجيع الدائم للصحفيين والإعلاميين الجزائريين. شكرا لقناة البلاد. شكرا للطاقم التقني الذي رافقني خلال إنجاز هذا العمل. شكرا لزميلي وأخي عثمان شهباري على التوجيهات. شكرا لوالدي الكريمين. شكرا لكم. مبروك عليك أسماء نيلي. On va passer maintenant au deuxième prix, 300 000 dinars, et pour le remettre, nous invitons Karim Mila, qui est directeur Customer Service Oulido Algérie, et Nourdine Mobraha, président de l'Observatoire national de la société civile. Soit-elle Mobraha, soit-elle Sénéli, tarfoumakoum à la الفائز في الطبعة 16 في فئة البرامج التلفزيونية بالمرتبة أو بالجائزة الثانية التي قيمتها 100,000 دينار جزائري. Alors avec vous messieurs et l'enveloppe qui se présente à vous, nous allons découvrir dans quelques instants le nom du lauréat ou de la lauréate qui a remporté le deuxième prix de la catégorie programme de télévision. Fadal monsieur. Alors, le gagnant, c'est Bilal Belkacem. تنتهي التطبيقات خصوصية في كل مرة وكل ملتقى مثل
على الخدمه. وبلا ما نحكي لكم الحوار ديما يكون محتدم. هذه المره تلمينا باش نسيو ونخدموا المكان اللي راح نقضيو فيه فصل الصيف خدمه ولايه وهران، بما انه راه مازال نتناقشوا على حكم التليفون. السلام عليكم. مرحب بالحضور. اولا نشكر مؤسسه اوريدو اللي مدت لنا هذه الفرصه باش نبينوا المواهب ديالنا والخدمه ديالنا. ثانيا نشكر القناه ديالي قناه النهار على كامل يعني باش يتقدم لنا. نشكر الزملاء اللي راهم معنا واللي حضروا معنا نهار اليوم، وان شاء الله مزيد من التالق ان شاء الله. هذه المشاركه الاولى تاعي والفوز اليوم الحمد لله، ومازال خير ان شاء الله. يرضى عليكم. مبروك عليك الجائزة الثانية بقيمة 300,000 دينار جزائري. نمر للجائزة الأولى والأخيرة في هذه المسابقة. لتقديم هذه الجائزة أدعو المدير العام لشركة أوريدو الجزائر السيد ودي التحمة والسيد عبد العزيز علي النعمة سفير دولة قطر بالجزائر. تفضل سعادة السفير مرفوخ بالمدير العام لشركة أوريدو الجزائر لنتعرف معكم على الفائز بالجائزة الأولى في فئة البرامج التلفزيونية. Hello, Monsieur Rony Torma, directeur. Monsieur René Torman, directeur général de Oulido Algérie, avec son excellence, Monsieur l'ambassadeur du Qatar en Algérie, vous avez le nom qui a remporté Al-Jaiza Al-Oula fi fi'at al-baramej al-televisionia. Tafaddal Sa'ad al-Safir. الفائز بالجائزة الأولى مغنين سفيان من قناة المعرفة للتلفزيون الجزائري. مبروك عليك مغنين سفيان من قناة المعرفة للتلفزيون الجزائري في التتويج بالجائزة الأولى في فئة البرامج التلفزيونية بقيمة جائزة بقيمة 500,000 دينار جزائري. برافو مقنين سفيان، عطونا تحية كبيرة لمقنين سفيان اللي حاز على الجائزة الأولى. مقنين سفيان a remporté le premier prix donc des programmes télévisuels dans la 16e édition de Mediastar by Oulido Algérie. Et bien sûr, on écoute. بديت في هذا المجال بسبب البيئة اللي كنت عايش فيها. أكيد مبروك لمقنين سفيان، ونشكر سعادة سفير دولة قطر بالجزائر والسيد المدير العام لشركة أوريدو الجزائر السيد غني طعما، والكلمة للزميل مقنين سفيان. مبروك عليك سفيان، تفضل. شكرا لكم، شكرا، تفضل سفيان. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فقط أذكر أنا من محطة وهران ولكن في التلفزيون الجزائري صحفي. إذا أشكر شركة أوريدو على هذه الجائزة، أتمنى أن تحدو حدوها أيضا المؤسسات الاقتصادية الأخرى لأن الإعلام شريك فعال في التنمية الاقتصادية لأي بلد. أنتهز هذه الفرصة أيضا كي أترحم على أرواح زملائنا الصحفيين الجزائريين الذين قدمونا، وأيضا زملائنا الصحفيين في غزة وفي أرض فلسطين، ونتمنى الحفظ والسلامة لزميلنا أسامة بن زيد في قطاع غزة. آخر شيء أذكر نفسي وأذكر زملائي أن العمل في أي مؤسسة أو شركة هو وظيفة، ولكن العمل الإعلامي هو رسالة نحملها بأمانة ونبلغها بمهنية إن شاء الله. شكرا.
شكرا جزيلا. شكرا عليك. طيب معنا سفيان بقرين، احنا خدوا صورة تذكارية.